Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di channel Ibadah Official. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimanakah cara melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini dikerjakan ketika kita semuanya masuk ke dalam masjid, dan syaratnya sebelum duduk. Ketika masuk masjid kemudian duduk, tapi itu keadaan lupa dan dalam waktu yang singkat tidak lama, itu kita bisa berdiri lagi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketika orang masuk ke dalam masjid, dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu hukumnya makruh. Maka dari itu kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Terus kemudian ketika seorang muadzin sedang iqamah, maka kita tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, melainkan kita langsung ikut sholat fardu. Karena untuk mengikuti takbiratul ikram. Karena untuk mengikuti takbiratul ikramnya imam. Terus jumlah rokaatnya ada berapa? Jumlah rokaatnya ada 2 rokaat. Untuk salamnya ada 1 salam. Jadi 2 rakaat 1 salam. Terus waktunya kapan? Waktunya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Pokoknya ketika masuk ke dalam masjid, masuknya pagi, berarti pada waktu pagi itu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Untuk prakteknya bagaimana? Langsung saja kita lihat video berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أصلي سنة تحية المسجد ركعتين مستقبل القبلة لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله
أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.